وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا من الرياض الدكتور حسن الجراحي، رئيس بيت العائلة المصرية بالسعودية. بداية وبعد التحية دكتور حسن، كيف تجرى الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية غدا في البعثات الدبلوماسية بالمملكة العربية السعودية الشقيقة؟ مساء الخير على حضرتك والحضور. الاستعدادات بصفة عامة كل الجاليات المصرية في الخارج وخاصة في السعودية عندنا على استعداد تام، لأن تجربتنا سابقة قبل كده كان في 3 استحقاقات قبل كده والجميع مستعد في تجميع. تعرفي حضرتك أن المملكة العربية السعودية فيها حوالي 3 مليون مصري، والمملكة مساحات واسعة وعندنا فيها قنصليتين بس، قنصلية في المنطقة الغربية منطقة جدة، والسفارة والقنصلية في الرياض المنطقة الوسطى. والقنصليتين فيهم لجنتين بيغطوا كل المصريين الموجودين في المملكة من المنطقة الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية، موزعين على اللجنتين. فكل القنصلية قامت بالاستعدادات ودبرت الأتوبيسات والباصات اللي هتنقل من المدن المجاورة لغاية القنصلية اللي تابعين ليها، سواء كانوا في المنطقة الشمالية أو الوسطى أو من المنطقة الغربية أو الجنوبية في جدة أو في الرياض. نعم، إذن هل من عوائق تعيق سير العملية الانتخابية أو إجراءاتها؟ لا 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 أبدا، طبعا هي في بلد، كل بلد بتختلف عن الثانية في ظروفها، سواء كانت ظروف مناخية أو ظروف التوقيت أو التباعد. البعد بس المساحة في المملكة العربية السعودية، لأن المساحة كبيرة، هي وصول المواطنين المصريين من كافة مدن المملكة إلى اللجنة الموجودين فيها، سواء كانت لجنة الرياض في القنصلية العامة في الرياض أو في القنصلية العامة في جدة. المناطق بتكون بعيدة، في مناطق بتبعد أكثر من 1000 كيلو. هيكون التصرف فيها إزاي يا دكتور؟ في اتوبيسات وباصات تم يعني الاتفاق معهم، وبينقلهم ابناء الجاليه لغايه القنصليه، يقوموا بادلاء اصواتهم وارجاعهم تاني لمدنهم المقيمين فيها، وكل دي بالجهود الذاتيه. نعم، من الرياض الدكتور حسن الجراحي رئيس بيت العائله المصريه بالسعوديه، كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا لك.